نيلي ما تنكروش يعني، ليه ما سمعناهاش اصلا يعني. يا رب يا رب يديم الفرح عليكم وعلينا يا رب، ويبقى كل اللي جاي يا رب فرح وسعاده، اللهم امين. تعالوا بقى دلوقتي، عملنا الشربات وسبناه برد، تعالوا بقى نبل الشربات. فاكرين الكلمه دي بتاعت زمان؟ يا بنتي قومي بل الشربات، الناس زمانها جايه. يعني ايه ابل الشربات؟ يعني بجيب كده ايه حاجه كبيره كده تكفي بقى كل الناس اللي جايه، واحط نصها ميه الاول، نصها ميه، وبعد كده ازود شربات الورد اللي عملناه على ايدينا دلوقتي حالا على ريحته يا جماعه، والله بسم الله ما شاء الله، وانزلها في الميه الساقعه كده، وشوفوا جمال الشربات ولونه، شوفي الله الله الله، بسم الله ما شاء الله. على فكره عمالين يزغرطوا يا جماعه في الكنترول، ومنار اكتشفت ان زغرتتها عسل، هنستعين بيكي يا منار بعد كده على طول ان شاء الله. وعايزه اقول لكم مفاجاه، مفاجاه المفاجآت، النهارده في الفقره الجايه ان شاء الله هتكون معانا حبيبه قلبي العسل بمعنى الكلمه الجميله دكتور هبه العوضي، وعايزه اقول لكم عشان هي جميله واقفه في الكنترول بتزغرط، طب ما انا عايزاها تيجي تزغرط لنا زغروطه هنا، تعالي 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 زغرط لنا زغروطه، يلا تعالي يا دكتور، خشي برجلك اليمين، ده الفرح يعني، بصي خش البس المايك وتعالي يلا. الفرح يا جماعه يعني الفرح طعمه حلو قوي 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 بجد، زي ما بقول لكم دايما اتلككي للفرح، لو جارتك ابنها او بنتها في الثانويه العامه وانت ما عندكيش حد في الثانويه العامه، افرحي لها وافرحي لابنها او بنتها كانهم ولادك بالظبط، الفرحه حلوه يا جماعه، فرحه بتبان على الوش، اللي جوه القلب بيبان على الوش. تعالوا بقى نكمل بل الشربات على طريقه ست الحبايب، ادي كده ميه ساقعه وكملت بالشربات اللي مديني اللون الحلو ده، وبعد كده اروح نازله بالتلج، هو ده بقى ايه بل الشربات. بصوا يا استاذ احمد انا هوريك كادر النهارده ما شفتوش من سنين، والله يا جماعه المنظر ده ما شفتهوش من سنين. وتعالوا بقى كده لما الف كده الشربات، بصوا ايوه افتكرت الاغنيه، الليله ليله هنا وسرور وكوبايات في صواني بتدور، صح كده؟ بصوا شوفوا شوفوا جمال الشربات بالتلج، الله اكبر على الفرحه يا جماعه، الله اكبر على الفرحه، بسم الله ما شاء الله، شوفوا فرحتنا حلوه ازاي، شوفي فرحه النجاح حلوه ازاي اهو يا جماعه ما شاء الله، شوفوا يلا بينا بقى. طب استنى مش هنصب الشربات دلوقتي غير لما تدخل لنا دكتور هبه ونسمع منها بقى احلى زغروطه، هتدخل لنا دلوقتي الدكتور هبه بقى مش الدكتوره، هتدخل لنا دلوقتي الام الجميله الصديقه الاخت، اركنوا الدكتوره دلوقتي للفقره الجايه. دي كده حبيبه قلبي حبيبتي دايما مشاركانه كده في الفرح والخير على طول، حبيبه قلبي الف الف مبروك لكل البنات وكل الشباب اللي ربنا اكرمهم النهارده واكرم تعبهم النهارده بالنجاح المبهر، وبقول كلمه لكل ام ابنها او بنتها يعني ربنا ما وفقهمش بجد والله ما تزعلهمش، انا جايه من العالم الموازي وبصوا كل محصل بعضه يا جماعه، ما كانش السنه دي يبقى السنه الجايه ان شاء الله. وبرده عايزين اكد على كلام دكتور هبه، دي بتبقى مساله قدرات، ما تحملوش ولادكم فوق قدراتهم، دي بتبقى قدرات تحصيل اسمها كده، فاللي ربنا ما حالفهوش الحظ او حتى مجموعه قليل ربنا ان شاء الله ينجحه في حاجه تانية، دي اهم حاجه. بصوا ما تاخدناش في دوك، احنا عايزين لا زغروت. الناس هتتفهم عايزين زغروت عايزين زغروت انا زغرت في الكنترول يا جماعه بس مش هقدر، الناجح يرفع ايده الناجح يرفع ايده زغروطه يا دكتور هبه، يلا بصي واحنا بنصب هاتي الكوبايات رصي معايا وادينا زغروطه، يلا بس انا هرصي زغروطه يا دكتور، انت هتصبي منين؟ هنصبي يلا يلا انا هساعدك، يلا فكي بس الكوبايات دي عشان الكنترول، يلا بقى يا دكتور يلا زغروطه حلوه، يلا زغروطه مش قادره مش قادره مش قادره، يلا ايه يا جماعه الكوبايات دي ما سلكتوهاش ليه؟ لا ليه مالها كده؟ يلا طب هاتوا لنا الكومنتات الحلوه واحنا بنحط الكوبايات كده في صينيه الشربات، يلا انا مش عارفه اطلع كوبايه هزغرط، ايوه اغنيه مين؟ مين اللي كتبت الاغنيه دي؟ تعالي يا ام عمر سليكي معانا عشان مفيش وقت، تعالي خشي يلا، يا ريتك بتعرفي تزغرتي والله ما كنت سبتك. ميراميه كتبت لنا الاغنيه كامله، الليله ليله هنا وسرور ايوه وكوبايات في صواني بتدور، اسقينا شربات وردي ايه؟ مش عارفه البيت. اسقيني يا شابه وناوليني حبه إيه؟ ميه الصلاه على الزين الصلاه على الزين، يلا
بنتها مريم نجحت في ثانوي ازهري. ما شاء الله، الف مليون مبروك يا حبيبه قلبي. كوبايه صعبه قوي. لا خلاص خلاص، عبي انا عشان الوقت. يلا تعالوا لي بقى الاحلى احلى اللحظات. بصوا يا جماعه، شفتي يا دكتور الفرحه حلوه ازاي؟ قوي قوي. شفتي الفرحه حلوه ازاي؟ قوي. ربنا يفرحنا كلنا يا رب، واولادكم يا رب، اللهم امين. ويلا بينا هنشرب احلى شربات النهارده. الشربات ده يا دكتور ميدل بيتي، شربات ورد معمول بورق الورد. ميت باي شيف هنا فهمي. ايوه مين. بسم الله. بس خلاص كده ناولوني بقى كده على طول على طول على طول. يا جمال الشربات ويا جمال الكوبايات. بسم الله ما شاء الله. يلا يلا. سميه بتقول لي يا حبيبتي يا شيف فرحتيني. اه طبعا افرحي، كلنا نفرح يا جماعه. اللي ليه حد في الثانويه العامه واللي ملوش، اتلككوا للفرح يا جماعه. يلا بينا. بسم الله. شكرا يا ام عمر. عقبال عندكم. خدي خدي ماشي. مين اللي بتقول كده؟ لولا بتقول حلقه تدرس. يا حبيبتي يا لولا والله عايزه رجعتينا للشربات بتاع زمان. ربنا يفرح قلبك زي ما فرحتينا. اشكرك يا حبيبه قلبي يا رب. طبعا يا جماعه احنا كلنا واحد. ايوه ناوليني بقى انت كده يا دكتور. على فكره ان ما كانتش الحلقه دي تفرح، ما كانتش دكتور هبه اتحمست قوي كده ودخلت وفرحانه، كانت بتزغرط في الكنترول. بس هي دلوقتي مكسوفه مكسوفه مكسوفه. طب يلا بقى يا دكتور. يلا استني بس. طب اقول لك في الاخر واحنا خارجين. ماشي يا ستي. شفتي ايه رايك بقى؟ الله عليك والله ساعدتيني. خديني مساعده. ده انت يا دكتور على دماغنا والله. يلا يا حبيبتي. وايه بقى؟ قولي لي بقى. عايزين نعرف. هتيجي انت في الفقره الثانيه. هي دلوقتي هي حبيبتنا الطيبه. لا لا هي حبيبتنا دلوقتي الطيبه. نفرح الله يبارك لك، عشان انا جايبه لهم هديه وجميله. بس ايه نفرحهم بالشربات والاغاني الجميله دلوقتي. استنى الهديه. انت بتفكريني ليه بس؟ امسكي. الله الله. بصوا الصينيه، شم ريحه الشربات. الله مش عايزه تدوقي؟ طبعا هندوق. انا نظبط المنظر. نظبط المنظر الاول. شيليه شيليه وحطيه على المفرش نفسه، عشان هيقعد الورد يقعد يقع كده يضايقنا. في تاني؟ في كوبايات. يلا. بس عشان في اماكن. الله يكون في عون اللي هيشيلها. يلا يلا هيشيل مين؟ كلنا هنخطف من الصينيه دلوقتي. هاتي يا ستي هاتي لو في كوبايات تاني ونوسع لهم كده. هاتي يا قلبي، تعبناها معانا النهارده بس الفرحه حلوه. استنى مع اللمه ومع الجماعه والله يا جماعه. هاتي واحده هنا بس تهلي. مش خلاص ماشي، دي عايزه تزيد شويه. ايوه يلا. ايد على ايد، البركه تزيد، الفرحه تزيد. والفرحه تزيد. هات في تاني؟ في بس ربنا يقدرني واعرف اطلعها. لا خلاص بقى خلاص يا حبيبه قلبي. خلاص تعبناكي معانا. يا سلام. بس هو ده الفرح. امسك. هو ده الفرح. في كوبايه لو عايزها زياده. يلا في. وعملنا احلى صينيه شربات. شفتي الصينيه وشفتي الشربات بقى. البيت. يا عمرك تصدقي ان شربات الورد تعمل ولا البيت. اعرف اصلا انه يتعمل في البيت. انت بتجيب الاختراعات دي منين؟ اختراع يا كوتش. دي اختراعات الفرح. دي اختراعات الفرح. وخلاويص. تعالي ندوق بقى. لازم ندوق. لازم عشان يبقى، عشان نحط الوردية كده كده. يا سلام عليكي. وكمان وكمان بتجرنش لنا الدنيا. تسلم. أيوة. ايديكي يا قلبي والله. واحدة هنا. وكل سنة وانتوا طيبين. ندوق بقى. بسم الله. الله الله. لا دوقي وشمي شمي ريحة. بصي ورد، ريحة ورد بجد. انت حاطه فيه تلج. الله. ريحة ورد بجد. يعني الله. ريحة الله. الورد بتاعتي. البلدي بتاعتي. طول الحلقة هتسلى فيها. سلم ايدك. حلو. شفتي الجمال؟ والله العظيم سلم شفتي. ايدك. خد منك وقت خالص والله بجد. خالص. ولا مقادير ولا حاجة. ولا حاجة والله. اساسه ورد. الورد وسكر ومية. ما شاء الله. بس ومية ورد اللي هي بتدعم. وسكر. وسكر ومية بس كده. حلو قوي. ويلا بينا يا جماعة. ألف مبروك لكل أم وكل أب تعبوا وشقيوا والنهاردة بيحصدوا الزرعة الحلوة اللي تعبوا عليها لمدة ثلاث سنين الثانوية العامة. ألف مليون مبروك. ربنا يديم عليكم الفرح. ربنا يديم عليكم السعادة يا رب. وتشوفوا ولادكم زي ما بتتمنوا، ويكون كل اللي جاي في حياتهم بعد كده أحلى وأحلى إن شاء الله بدعواتكم ليهم. ربنا يحفظهم ويحميهم. ونطلع فاصل ونرجع أنا ودكتور هبة نكمل معاكم بقية الحلقة إن شاء الله.